وصفتنا اليوم حلاوة الجبن السهلة السريعة، ممكن تعمليها بصينية وتشكليها بهالشكل، وممكن تعمليها كالمعتاد، ممكن تستعملي سميد، ممكن تستعملي مطحون الرز. رح أعطيكي المقادير بالكوب وبأسهل تحضير، ورح نحضر قشطة منزلية سهلة سريعة تشبه اللبه والقريشة. بدي أعمل لك نوعين قشطة. رح نبدأ بأول طريقة، منجيب كيلو حليب. إذا بدك تكتفي بحشوة هالقشطة بتجيبي 4 كليات حليب، بس أنا بدي أغش. حطيت كيلو حليب، ليغلي منحط 2 معلقة خل، ما تكتري لأنه بتحمض معك. أي نوع خل بيصير جود بالموجود، البديل مادة حمضية، 2 معلقة عصير ليمون. نتركها تغلي 2 دقيقة، تفصل، بصير عنا مصل أصفر والقريشة بتطلع. بصفيها وبحطها بصحن وبحط فوقها مناديل مشان تمتص أي سوائل. ممكن تكتفي فيها تحطي 2 معلقة زبدة، بس تكتري كمية عواد الكيلو، عملي 4 كليات. بدي أبدأ بتحضير القشطة الثانية، 100 جرام سمين و 150 جرام نشا وكيلو حليب يكون دسم. منضف له 4 معالق بودرة حليب كبار أو البديل 1 كوب كريمة طبخ أو كريمة خفق، وعلى نار متوسطة منحط الخليط ومنحرك تحريك مستمر. شفتي الزبدة اللي فرجيتك إياها 100 جرام؟ بس يتقل الخليط ويغربل معك بهالشكل، رح نضيف 100 جرام زبدة اللي فرجيتك إياها. هاي اللي رح تحسن الطعم، لأنه إذا طبخناها لحالة مجرد حليب وسميد ونشا اسمها لبة، طعمها مو طيب. عادة الجاهز بيستعملوا هالخليط لحتى يمسك القشطة الأصلية اللي اسمها قشطة السحب اللي بتدوب دوبان بالتم. منغش ومنعدل الطعم والاقتصاد. صارت جاهزة وانتبهت ما تعلق أبدا. شايفة سماكتها؟ بتصير معك لمعمول المد بالقشطة. بضيف القريشة، شلت المنديل، ما فيها سوائل، بياضة ناصع، بحركة بإيدي، حسنا الطعم وحصلنا على شكل خليط بشبه اللبة والقريشة. رح أضيف 2 معلقة قطر، وأي منكهات بدك تضيفيها أنت حرة. ممكن تستعملي هالقشطة لجميع أصناف الحلو، منهم معمول المد، غريبة بالقشطة، حلاوة الجبن. ممكن تخزنيها 6 شهور، وقت الحاجة طالعيها واستعمليها. يلا نحضر حلاوة الجبن. مي عادية 1 لتر و200 جرام، ما يعادل 5 كاسات. مستكة مطحونة مع 2 معلقة سكر، بدي أحط 1/2 المقدار بالبداية و1/2 المقدار بالنهاية. غطى مع زهر وراح نحطها على النار. منستنى تغلي المي. سميد المامونية، البديل سميد الوسط، 350 جرام ما يعادل 2 كوب. سكر كمان 350 جرام ما يعادل 1.5 كوب سكر عادي. وقت منخلط السكر مع السميد ومنحطه فوق المي المغلية ببطل يكبتل معك. غلت المي، رح نضيف هالسميد والسكر ونحرك. بدي يتقل الخليط ويسمك، تحريك مستمر، ما بدنا نتركه لا ثانية ولا لحظة لحتى الخليط ينشف ويصير عنا عجين. تقل الخليط أكتر، بخفف النار أقل من الوسط. بدي حبة السميدة تستوي وتفتح والخليط يصير شبه عجين. مقدار المستكة الثاني. هالحركات كتير مهمة يا صبايا، ما يقصة مقادير. لك بدي عضلات. تعبت، تعالوا ساعدوني. هاي المعلقة أقسى، هديك رخوة. هذا اختبار. قربت. رح أطفي. اوعك تحطي الجبنة هلأ، بتعود بتسيح
وبتختفي معالم الجبنة، ما بتحسي بتشابك الجبنة أبدا. غلط كبير. بدي أستنى تقل سخونتها وتفتر وتبرد. مي باردة مع تلج، قطر جنبي، سمنة كتير طيبة تكون، جبن شلل مع عكاوي، محليته بتغيير المي عنه وعصرته بشكل جيد، مقداره 700 جرام. ونصيحة لله حبايب القلب، ما تستعملوا جبن الموزاريلا، بيعطيكي شو ولكن بلصتك وطعمه ماله طيب بحلاوة الجبن. تستعملي جبن الشلل السوري والعكاوي، مهما كان مالح بيحلى. هلأ منجيب سمنة طيبة، بحط على كفي، بمسح إيدي مثل الكريم، وكيس النايلون بمسحه بالسمنة مع معلقة قطر. سكبتها مشان تبرد بسرعة. تقليب، شوفوا الجبنة لسه بيرد بوز، وبقلبها تقليب ببرود قلب. ما تخافي، بتتم الجبنة تسحب معك مثل الخيوط، وهي بدها تمسك عجينة حلاوة الجبن. لو شفتيها باردة، حتى أنا بحط جنبي تلج إذا كانت سخنة مشان أبردها بسرعة. ما لازم تختفي خيوط الجبنة، حلاوة الجبن الطيبة بتشوفي خيوط الجبنة بالعجينة. شايفة بتمط مثل العجينة معك، بتفرديها وبتطلع شقد ما بدك، تطلع رقيقة. وما تخافي، مهما كانت جبن الشلل مالحة، حطي الجبنة بين إيدك وافتحي حنفية المي، انقعيها بمي باردة وعصريها، وحتى العكاوي نفس الشي، بيعطيكي طعم فعلا خيال لحلاوة الجبن. شايفة شلون عم تمط مثل القماشة شقد ما بدك بترقيها. وانتي شكلية عكيفة، بدك رولات، بدك تصبيها بصحون وتضيفيها باردة مع بوزة، تضيفيها سخنة، بتشط وبتمط مثل ما بدك. وما تنسي من حين لآخر امسحي ايدك مسحة سمنة. هالمرة انا بدأ مدة بصينية منظرة ببهر النظر بالعزايم، وببساطة ايدي عم تتزحلق بالعجينة. شايفة الجبنة؟ هلأ بتختفي وبتصير خيوط، وانا عم بمدها، بقلبها وبمطها. للأسف للأسف البعض بروح بجيبوا جبن موزاريلا البقرات السلاس، بحطوها بحلاوة الجبن، وحلاوة الجبن بتكون سخنة، بكيفوا انه اختفت وصارت هالعجينة تشط وتمط تشط. هي ايه بتصير معك عجينة ناعمة متماسكة وبتمديها، بس ما لها طعمة، عملت لك شو بدون طعم. تعلمي الطريقة الحقيقية لتحضير حلاوة الجبن. جمال وطعم حلاوة الجبن إنه تكون خيوط الجبنة متشابكة بالعجينة، وبنفس الوقت بتستطعمي بعجينة فيها جبنة طيبة. وعلى فكرة بتطويها مثل القماشة، ما بتلزق على بعضها أبدا. شوفي شلون طويتها ورفعتها، لا بدها شوبك ولا شي. مديتها على الصينية وفردتها كأني عم بطوي منشفة. بقص اشفي زوايد، وهلأ بنجيب هالقشطة المتماسكة اللي بتجنن. على فكرة مثل ما قلت لك، ممكن تجيبي 4 كليات حليب تفقسيهم بالخل أو أي مادة حمضية، عصير ليمون، وتضيفيها قشطة بوك، وتستغني عن طبخ القشطة اللي فيها زبدة اللي عرضت لك إياها. عم بعطيكي بدائل. بدي تنجح معك الوصفة وما تستهيني بقدراتك. شايفة شلون عم تنطوى مثل القماشة؟ وش قد ما بدك على فكرة رقيقة. والحشوة البعض بيحبوا حلاوة الجبن تكون العجينة سميكة والقشطة قليلة، ممكن القشطة تكون كتيرة وحلاوة الجبن رقيقة، ممكن تحشيها فستق. هي نفسها ممكن تعمليها طبقات، تعملي طبقة حلاوة الجبن بيضة، طبقة حلاوة الجبن خضرة، وبيناتهم فستق، بعدين طبقة تانية وحطي لها قشطة. عم بعطيكي أفكار. ممكن تصبيها بالكاسات، أول طبقة بيضة، بعدين فستق، بعدين طبقة خضرة، بعدين طبقة قشطة، بعدين طبقة حلاوة الجبن،
وحطي وردة من خلال راس الكريمة. أعطيتك أفكار وأنتي بدعي. حتى ممكن تخزني عجينة حلاوة الجبن لشهرين ما بيصير لشي. تفتحيها رقائق، بتحطي بيناتهم ورق زبدة أو نايلون وقيميها بالفريزر. وقت اللي بدك إياها بيجي ضيف بتطالعيها، بتاخد حرارة المطبخ، بتحضري القشطة تازة بتحشيها، بتريدي تشكليها رول، بتريدي تشكليها بالصينية، بتريدي تقدميها بالصحن باردة عليها بوزة أو سخنة عم بتشطوا بتمط مثل القيمق التركي، بس حلو. وعلى فكرة حلاوتها كتير قليلة، جربيها ما بتندمي. رح أسميها حلاوة الجبن السهلة السريعة مع قشطة اقتصادية لرمضان 2024. من حين لآخر وأنا عم بقطع مشان ما تشرشر معي ويكون التقطيع مرتب، المنديل هاد مسحته مسحة سمنة، عم بنظف السكينة وبقطع. قناتي قناة تعليمية، عم بتعرض لأدق التفاصيل مشان تتجنبي الهدر المادي والمعنوي. اسمعي الملاحظات، والتحضير هو أهم من المقادير. حطيت فوق كل مربع فستق وطبطبت بكفي مشان تلزق المكسرات، وبالأخير رشة قطر وصارت جاهزة. هلأ رولات حلاوة الجبن بردت وتماسكت، ممكن تقطعيها، ومثل ما قلت لك ممكن تفرزي حلاوة الجبن كعجينة لست شهور. صدقيني عن تجربة ما بيصير لأشي. كل ما بدك طالعي تاخد حرارة المطبخ، احشيها قشطة تازة وقدميها أحلى ضيافة. بعض الصبايا عم تسأل يا خالي عندي جبن الشلل مقداره قليل هو والعكاوي، ممكن أدعم بشي بسيط جبن موزاريلا؟ ممكن، ولكن الموزاريلا لحاله ما له طيب أبدا. وصلت الفكرة يا صبايا؟ انتبهوا أنا إيش قلت، لأنه جبن الشلل والعكاوي بيعطيكي شو، بيشط وبمط وبيعطيكي طعم خيال. وما تخافي مهما كان مالح، إن أعيب المي وعصري تاخدي حلاوة جبن بياخد العقل مثل السكر خلال 24 ساعة. وحتى السائل تبعه اللي بنزل الدسم ممكن نستعمله مية جبنة لتحضير الكعك المالح، اوعك تكبي. وصلت الفكرة؟ المهم حلاوة الجبن رائعة، بتمنى الدعم والمشاركة على أكبر نطاق. واعذروني أنا قصرت بهذا رمضان، لأنه اعتبرته هو مو بس للأكل وللوصفات، هو شهر عبادة. وإن شاء الله رح نعمل المعمول بطريقة سهلة والكعك بإذن رب العالمين. تحياتي، بحبكن كتير كتير.